بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الشعب المصري الكريم، أهلي، أحبائي، كل أبناء مصر، الحمد لله رب العالمين الذي وفقنا، وفق أهل مصر إلى هذه الثورة المباركة. الحمد لله رب العالمين الذي هدى أهل مصر إلى هذا الطريق القويم، طريق الحرية والديمقراطية. الحمد لله، الحمد لله الذي جمع أهل مصر في اتجاه واحد نحو غد أفضل لكل أبناء مصر. أتوجه إلى أهل مصر جميعا، إلى الشعب المصري، إلى أحبائي، أهلي وعشيرتي، أتوجه إليهم جميعا بدون استثناء بالشكر والتقدير والعرفان والمحبة والحرص على أن نكون إن شاء الله يدا واحدة إلى مستقبل أفضل، إلى الحرية، إلى الديمقراطية، إلى التنمية، إلى السلام. جئنا المصريون، جئنا برسالة سلام إلى كل من يحب السلام في هذا العالم. الأهل الكرام، من قالوا لي نعم، الأهل الكرام ومن قالوا لا، كلهم أبناء مصر الأحبة، كلهم أهلي وعشيرتي، كلهم لهم مكانة غالية في قلبي. الشكر والتقدير والعرفان إلى كل من ساهم في إخراج هذا الحدث الكبير، حدث الانتخابات، إلى كل من كان بيده، بفعله، بقوله سببا في بدء هذه الخطوات إلى طريق جديد، إلى مصر الجديدة، إلى الثورة والثوار. الشكر والتقدير والعرفان والمحبة إلى الشباب الذين كانوا وما زالوا يحبون مصر وطنهم، الذين كانوا وما زالوا وسيبقوا إن شاء الله هم عصب هذه الأمة، وهم أمل هذا الشعب في المستقبل من أجل التنمية، بعد أن كانوا سببا مباشرا لقيام هذه الثورة المباركة. إلى كل الشهداء، إلى أهالي الشهداء، إلى أسر الشهداء، إلى أمهات الشهداء، إلى أمهات الشهداء، إلى آباء الشهداء، إلى أشقائهم، إلى زوجاتهم، أزواجهم، إلى أبنائهم، إلى كل عائلاتهم، وإلى المصابين. الشهداء والمصابين تحية واجبة وحق، كما قلت أؤكد عليه، حق في رقبتي إلى أن يعود إليهم حقهم بالقانون في دولة القانون إن شاء الله. الله أكبر وتحيا مصر، الله أكبر وتحيا مصر، الله أكبر وتحيا مصر، الله أكبر وتحيا مصر. إلى كل أبناء مصر،
إلى الرجال وإلى النساء، الأمهات والأخوات العاملات والطالبات، إلى كل الفئات، إلى المصريين في الداخل والخارج، إلى الإخوة الكرام في كل ربوع مصر، إلى مصر بكل أطيافها السياسية، إلى مصر المسلمين، إلى مصر المسيحيين، إلى مصر التاريخ، إلى مصر الأزهر، إلى مصر الكنائس، إلى أرض مصر، إلى كل من يعيش على هذه الأرض، تحية واجبة وحق علي أن أكون لهم جميعا الأخ، وأن أكون لهم جميعا الأب، وأن أكون لهم جميعا المواطن المصري مثلهم، الذي يحمل همومهم ويسعى في خدمتهم، خادما لهم، أجير عندهم، أقف منهم جميعا على مسافة واحدة، فكلهم أحبائي، كلهم إخواني، كلهم أبنائي، كلهم أهلي وعشيرتي، لا فرق عندي بين أحد منهم والآخر إلا بقدر ما يحترم القانون ويحترم الدستور ويحب وطنه ويعمل جاهدا من أجل رفعته، وكلهم يفعلون ذلك، وأنا واثق أنهم جميعا حريصون على هذا. إليكم جميعا أيها الأحباب أتوجه كما بدأت كلمتي هذه، أتوجه إليكم جميعا، وإذا أردت أن أذكر فأذكر إجمالا كل الفئات، كل المصريين في كل مجال، إلى المحبين لأرضهم ووطنهم، إلى الحريصين على المصلحة، إلى الذين يريدون لوطنهم علوا، إلى الذين ينظرون إلى الأمام ولا ينظرون إلى الخلف، إلى الذين يسعون معا من أجل غد أفضل، لسنا بصدد انتقام ولسنا بصدد تصفية حسابات، ولكننا جميعا أشقاء هذا الوطن، أصحابه جميعا متساوون في الحقوق والواجبات، ننطلق إلى الأمام ونسعد ونفرح بهذا الطريق الذي نبدأه معا، لا ينتقص فيه حق لأحد، ولا يطغى فيه أحد على أحد، ولا يطغى فيه قوي على ضعيف، ولا يضيع حق لضعيف بسبب إهمال أو تقصير. كلنا نسعى إلى الاستقرار، إلى الحب، إلى الأخوة، إلى الدولة المصرية، الدولة المدنية، الوطنية، الديمقراطية، الدستورية، الحديثة. ها نحن بفضل الله، ها نحن بفضل الله جميعا ننطلق إلى الأمام، ليحب بعضنا بعضا أكثر وأكثر، من أجل غد أفضل لنا ولأبنائنا وأحفادنا من بعدنا، والله سبحانه وتعالى يرانا ويشهد علينا جميعا. أشكركم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله Allah!